حد عايز حضراتكم تقول لي حاجه؟ هيكون حاجه خاصه بالمنصوره يا فندم بلدي. منصوره المنصوره يا فندم فيها الكثافه السكانيه عاليه والاحجام المروريه زايده جدا يا فندم، وقت خروج الموظفين بتكون الوضع لا يطاق في المنصوره. مفيش اي يا فندم يعني شوارع جانبيه او اي تحويلات مروريه يا فندم، فالوضع بيكون مزدحم جدا. طب انا هقول لك على حاجه، اتفضل يا فندم. وكلامي مش تبرير، كلامي ايه؟ مش تبرير. احنا عملنا افتكر طريق المنصوره الجديد، عمل الضفة الشرقية اللي على الترع هناك، اللي هو من المنصورة لغاية 50 كيلو الأولانيين دول، صح كده؟ وشغالين في 50 كيلو التانيين، صح كده؟ كويس. احنا عاملين حسابنا ان احنا مع مبادرة الحياة كريمة ندخل على جوه المحافظات وجوه القرى وجوه المراكز، واحنا بنرفع الكفاءة، بنعمل تبطين الترعة وبعدين نحط الصرف الصحي وبعدين نشوف الكهرباء والغاز وبعدين ايه نعمل سفلتة للطرق الداخلية. ولكن عايز اقول لك ايه، وده مش مبرر يعني، ان حجم النمو اللي حصل لإسراء خلال الخمسين سنة اللي فاتوا اكبر من طاقة وكتلة مساحة الارض المتاحة. احنا المصريين عايشين على مساحة أرض ضئيلة جدا بالنسبة لعدد سكاننا. أنت بتتكلمي من أسوان لإسكندرية، عبارة عن كتلة عرضها ما يزيدش عن 10-15 كيلو بطول الألف كيلو، ما يزيدش عن كده. وبالتالي أنتم حاسين إن الأرض مش سايعاكم. الأرض مش سايعاكم لأن إحنا كنا المفروض يعني نتمدد وننمو ونعيش على كامل الإيه؟ المليون كيلو اللي احنا فيهم، اللي ايه؟ احنا مش عايشين على المليون كيلو، احنا يمكن عايشين على 65 الف كيلومتر مربع بس. فانت بتشوفي الحكايه ازاي؟ بتشوفيها ان انت مش عارفه تعيشي، مش عارفه تمشي. لكن انت مش عارفه تمشي عشان هنا مش بدافع عن الدوله ولا حاجه، انا بدافع عن الحاله، عن الفهم، عن ايه؟ الفهم اللي هو احنا محتاجين. طب اجي اقول لك، قلت لي انا جت على اسراء، انا عايز اقعد مع اهلي. اكلم حد تاني يقول لي لا احنا عايزين كلنا نبقى موجودين. ما ده اللي احنا بنتكلم فيه يا جماعه، انتوا قاعدين على الاراضي الزراعيه تبنوا عليها لدرجه ان ما بقاش في مكان للزراعه بالطريقه ديت. طب وبعدين انتوا لازم نخرج بره في المدن الجديده اللي احنا بنعملها عشان ايه؟ عشان نخرج كتله سكانيه كبيره من المكان اللي موجود فيه في المنصوره والشرقيه. ما انت هتجري في الفيوم، في المنوفيه على سبيل المثال، الارض غاليه جدا والمساكن غاليه جدا. ليه؟ لأن حجم الطلب أكبر من المعروض، لأن مفيش أرض، مفيش إيه، ونضطر إن إحنا نعمل على الأراضي الزراعية. ليه؟ لأن أنا عايز الناس تعرف. لما سألت السؤال ده، الكلام ده ما ينطبقش بس على المنصورة بالمناسبة يا إسراء، الكلام ده ينطبق على محافظات كتير. طب ما القاهرة هنا، القاهرة كانت مصممة على إنها تشيل 4 مليون. كام؟ 4 مليون، واللي عايش عليها كام؟ ملايين من الناس. القضية اللي موجودة عندنا اللي احنا لازم نفهمها كلنا، ان احنا لازم نتغير. لكن لو احنا كلنا مصممين ان احنا نعيش في المنصورة او في المنوفية او في الشرقية مع اهالينا، طب ما هتبقى الدنيا كده بتشتكي من الباعة لإيه؟ طيب انا هسألك سؤال، وبالمناسبة انا مش مع ان يبقى في باعة جالين في الشارع كده، لا مش مع ده. لكن هسألك سؤال، تفتكر كم عدد الباعة الجائلين الموجودين في مصر؟ مليون يا فندم؟ أكتر. دول عبارة عن إيه؟ بطالة. برافو عليك. مفيش فقر، أنا موافق. فرص عمل مش متاحة، فالناس يعني بيجيب عربية يقف فيها يعمل له 70-80 جنيه كل يوم وخلاص. طب ما هيعمل إيه؟ ما هو إيه؟ هيعمل إيه الإنسان ده؟ ده مش بس في المنصورة، في كل حته في مصر، واكتر من مليون، ممكن يبقوا 2 مليون كمان. ال 2 مليون دول المفروض كان ليهم اشغال ويشتغلوا. طب ما يشتغلوش ليه يا اسراء؟ مفيش فرص عمل. مفيش فرص عمل، طب ليه ما عندهمش فرص عمل يا اسراء؟ عشان الكثافه السكانيه عاليه. عشان عدد السكان ده كتير. عدد ايه؟ سكان كتير. السكان كتير. وعشان كده دايما هنا بنقول ان احنا فرصتنا في المنشات التعليميه اللي هي الداخليه دي فرصه ان انتم تتعلموا كويس قوي وتعيد صياغة أفكاركم عشان الكلام ده ينتشر.
بينكم اولا، ثم بعد كده لما تخرجوا مع اسركم المحيطين بيكم يتاثروا بيكم، يلاقوا فيه نموذج مختلف. مختلف مش الاختلاف عشان نبقى مختلفين، مختلف جيد، مختلف منظم، مختلف مترتب، مختلف منضبط، مختلف بيفكر واعي. انا عشان احل مساله في 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 الباقه الجائلين في القاهره هنا، عايز اعمل محلات كتير 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 وباسعار معقوله عشان الناس دي تقف فيها. ما عندي خيار من اتنين، يا تاخديهم وتمشيهم بعيد، الناس دي تاكل ازاي؟ تاكل ازاي؟ بس انا عايز اقول لك، انا كمان في النهايه لو انت النهارده قلت ال 2 مليون دول ما لهمش مكان ويلا امشي من هنا، وبعدين محدش يعمل كده، محدش يحل المساله بان هو ايه يقول لك الامن يتصرف. احنا نتصرف، انا كمحافظه اتصرف، اشوف اماكن فاضيه جوه المحافظه واجهزها محلات بسعر مناسب، بسعر ايه مناسب، واجيب الناس دي تقف فيها وارقيها واطورها. دول اهلنا، دول ايه؟ هديك مثال، وانا وزير للدفاع كنا بنطور طريق مصر اسكندريه الصحراوي، كان ايه؟ طريق بنطوره، فجم المسؤولين عن الطريق بياخدوا مني تصديق ان هم يخلوا الباعه الجائلين، اعمل لي محلات. قلت له ايوه اعمل محلات، وخد الناس الباعه الجائلين دول حطهم في المحلات. مش كده اللي حصل؟ لو انت رحت على الباعه الجائلين دلوقتي اللي على طريق مصر اسكندريه الصحراوي ده، اللي على اليمين والشمال دول، هتلاقيهم ان هم كانوا موجودين في الاول واقفين اي حاجه كده. لازم نرقي نفسنا ونغير حياه الناس بفكر، لكن الاول ما نجيش نقول ايه طب اوديهم فين، طب الناس دي تروح بيتها ازاي يا بنتي؟ الناس دي تروح بيتها ازاي؟ احنا عايزين نحل المساله كده، نغسل ايدينا بسرعه. لا لا لا، انتوا لازم تبذلوا جهد وتشقوا، مش حضرتك، احنا كمحافظ، احنا كمحليات، احنا كمسؤولين موجودين جوه المحافظه، ندور على اماكن نحط. انا حطيت عملت تحت الكباري محلات، ليه؟ بزود حجم المعروض، بزود ايه؟ حجم المعروض، وبدل ما الكوبري يبقى شكله من تحت منه مش لطيف، بقى في تحتيه محل لطيف، والناس قاعد حد فيه يبيع ويشتري ياكل عيش ويبقى المنظر مختلف، مش فكره. لكن احنا النهارده انا بتكلم بس على حته الطرق، وبنتكلم على حته الباعه الجائلين، وبنتكلم على الزحمه اللي حضرتك بتتكلمي عليها. ما تبصوش للموضوع اللي انتوا شايفينه ده على ان ده قصور من الدوله، لا لا، دي حاله مصريه، دي ايه؟ حاله بلدنا. ازاي نحلها؟ مش انا لوحدي، ولا الداخليه لوحدها، ولا المحافظ لوحده، كلنا قلبنا على قلب بعض. الغلبان ده في رقبتي ورقبتك يا اسراء، الغلبان اللي بنتكلم عليه ده ايه؟ امال ايه؟ ولو احنا ما كناش كده احنا ربنا حاسبنا يا بنتي، ربنا ايه؟ يحاسبنا. امال ايه؟ ازاي النهارده اقول عندي 2 مليون 2 مليون بائع جايل؟ يعني 2 مليون اسره يا بنتي. طب حد مش موافقني من الشابات اللي موجود؟ اتفضلي. حضرتك بتعامل الانسان كبني ادم، عشان كده الناس كلها بتحب حضرتك. يعني حضرتك دلوقتي ما اتعاملتش بالقوه ان انا هشيل الناس دي مش من هنا، لا، حضرتك فكرت فيه الاول كبني ادم قبل ما نفكر في الحل، وده في حد ذاته حاجه يعني تدل ان احنا تحت قياده عظيمه بجد. احنا مع بعض يا فندم هنقدر نتطور من الموضوع، وان احنا نقدر مع بعض كشباب وكاسر وككل ان احنا نحسن من صوره البلد في الوقت نفسه، نحافظ على البني ادم اللي موجود يا فندم. البني ادم ده مش لوحده اللي احنا بنتكلم عليه ده، وبالمناسبه في ناس كتير قوي. الامور دي كلها محتاجه مننا كلنا، كلنا وعي ورفق، وايه؟ رفق بالناس. وده اللي شغاله عليه كليه الشرطه هنا يا فندم، هي شغاله علينا كفكر الاول وبالتالي كبدنيا، بحيث ان احنا نطلع، هي بتخرج اجيال تعرف تتعامل مع الوضع ده ازاي، وتعرف ان هي تفكر بفكر حديث، بفكر سيادتك ده يا فندم. بفكرنا كلنا. ايه تاني؟ طالبة ضابطة أميرة السيد يا فندم، بكالوريوس علاج طبيعي امتياز مع مرتبة الشرف يا فندم. ما شاء الله. أنا حابة أشكر حضرتك على تشريفك لنا يا فندم في كلية الشرطة. ثانيا يا فندم، أنا حابة أشكر انضمامنا لكلية الشرطة يا فندم من خلال الوزارة، إن هي اختارت أفضل العناصر النسائية
ثانيا يا فندم حابة أشكر كلية الشرطة على الانضباط اللي هي وصلتنا فيه في اليوم 87 يا فندم. وصلتنا لحالة انضباطية يا فندم لما نخرج لأهلنا هنتشرف بيها يا فندم طبعا. وصلتنا لحالة علمية، خدنا قانون يا فندم. احنا كنا بناخد مواد علمية، خدنا مواد قانونية. شكرين. اتفضلي. طالبة ضابطة ندى أحمد محمد أبو المجد، كلية التربية الرياضية جامعة العريش. بشكر حضرتك يا فندم على التنمية في سينا والقضاء على الإرهاب في العريش أخص. طب الأمور اتحسنت كتير؟ فندم من 2018 بعد العملية الشاملة، وفي تغيرات وتحسنات وبقينا في أمان الحمد لله. إن شاء الله تتحسن أكتر من كده إن شاء الله. حاجة تاني؟ شكرين.